بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء التلاميذ، تلاميذ سنة رابعة، ها نحن في الدرس الثاني من دروس التعلم أو التعليم عن بعد في مادة قواعد اللغة العربية. عرفنا في الدرس السابق أن الفعل ينقسم إلى نوعين: فعل صحيح الآخر وفعل معتل الآخر. نبدأ إذن بتصحيح الواجب المنزلي الذي قدم لكم في الدرس الأول. التطبيق يقول: ضع مضارع كل فعل من الأفعال التالية في جملة مفيدة، وبين إن كان حرف العلة ألفا أو واوا أو ياء. الأفعال هي صفا بالألف الممدودة، راضية، سعى بالألف المقصورة، وسقى أيضا بالألف المقصورة. إذن الجواب يكون كالتالي: سعى في الماضي، أو صفى في الماضي، نحوله إلى المضارع يصبح يصفو، يصير آخره واو. فنقول مثلا في جملة: يصفو الجو في فصل الربيع. إذن حرف العلة هنا هو الواو. الفعل الثاني: راضيا في المضارع يرضى، تتحول الياء إلى ألف المقصورة في المضارع. نقول مثلا في جملة: يرضى المسلم بما قسم الله. إذن حرف العلة قلنا هو الألف. الفعل الثالث: سعى في المضارع يسعى، الجملة: يسعى المجتهد للنجاح. إذن حرف العلة كان ألفا مقصورة في الماضي، بقي على حاله، بقي ألفا مقصورة. في الأخير الفعل سقى، حرف العلة في الماضي ألف مقصورة، في المضارع تحول إلى ياء، يسقي، الجملة: يسقي الفلاح حقله. أتمنى أنكم أنجزتم الواجب وقد اعتمدتم على أنفسكم. شكرا. اليوم سنتطرق إن شاء الله تعالى إلى ظاهرتين نحويتين. أولا نتأمل هذه الجملة: يحفظ محمد القرآن. كتبت سعاد قصة، أعدت الأم مائدة الإفطار، شجع المتفرجون اللاعبين. ما نوع هذه الجمل؟ جمل فعلية. عرف لنا الجمل الفعلية أو الجملة الفعلية. نعم، هي التي تبدأ بفعل. الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل. ممتاز. ما نوع الأفعال التي بدأت بها هذه الجمل؟ ما نوع الأفعال التي بدأت بها هذه الجمل؟ الفعل الأول: يحفظ. يحفظ فعل مضارع. نعم. كتبت فعل ماضي. ممتاز. أعدت، أعد فعل ماضي أيضا. شجع فعل ماضي. نعم. إذن الجمل جمل فعلية تبدأ بفعل. لاحظوا الآن الكلمات الملونة بالأخضر: محمد، سعاد، الأم، المتفرجون. الأسماء التي وردت بعد الفعل، هذه الكلمات عبارة عن أسماء: محمد، سعاد، الأم، المتفرجون. أسماء جاءت بعد الفعل مباشرة. في الجملة الأولى نطرح سؤالا: من الذي حفظ أو يحفظ؟ هو محمد. أحسن. ومن التي كتبت القصة؟ سعاد. أحسنتم. ومن التي أعدت مائدة الإفطار؟ هي الأم. من الذي شجع اللاعبين؟ هم المتفرجون في الملعب. المتفرجون هم الذين يشجعون اللاعبين ويهتفون بأسمائهم. نعم. كيف نسمي الذي يقوم بالفعل؟ نسميه الفاعل. أحسن. الفاعل.
إذن اليوم إن شاء الله تعالى نراجع الفعل. راجعت الفاعل. الفاعل ما هو الفاعل؟ من يعرف لنا الفاعل؟ نعم، الفاعل يأتي بعد الفعل. أولا ما هو الفاعل؟ فاعل اسم يأتي بعد الفعل. على ما يدل الفاعل؟ على ما يدل محمد؟ يدل على الذي قام بفعل يحفظ، هو الذي يحفظ القرآن. وسعاد تدل على التي قامت بالكتابة، كتابة القصة. والأم تدل على من قامت بإعداد مائدة الإفطار. والمتفرجون أيضا هذا الاسم، هذه الكلمة تدل على من شجع اللاعبين. إذن الفاعل يدل على من قام بالفعل. لاحظوا الآن أواخر الفاعل في كل جملة. يحفظ محمد، ماذا يوجد في آخر الفاعل؟ الضمة. نعم، محمد. جملة ثانية، الفاعل سعاد، إذن كذلك الضمة. ونفس الأمر مع الأم، الضمة هي علامة الرفع. إذن كيف هو الفاعل؟ ما إعراب الفاعل؟ نعم، مرفوع. حسنا، الفاعل اسم مرفوع يأتي. أين يأتي الفاعل؟ يأتي بعد الفعل ويدل على من؟ يدل على من؟ على من قام بالفعل، ويدل على من قام أو من فعل الفعل. طيب، نعود إلى الجملة الأخيرة الآن. قلنا الضمة هي علامة الرفع. يحفظ محمد، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نفس الشيء مع الجملتين الثانية والثالثة. المتفرجون، هل علامة الرفع هي الفتحة؟ هل الفتحة هي علامة الرفع؟ لا. ما هي علامة الرفع؟ من منكم؟ أيضا؟ من أيضا؟ نعم؟ ممتاز، الواو. الواو هنا هي علامة الرفع. الواو هي علامة الرفع، لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. حسن، المتفرجون هنا جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو وليس بالضمة. إذن إعراب كل من الكلمات الملونة بالأخضر هي فاعل، والفاعل يكون مرفوعا ويأتي بعد الفعل. إذن الفاعل أقرأ اسم مرفوع يأتي بعد الفعل ويدل على من فعل الفعل. تطبيق معي، لاحظوا هذه الأسماء: المؤذن، العصفور، الوالدان، الله. نجعل كل اسم من هذه الأسماء فاعلا في جملة مفيدة. أريدكم أن تكونوا جملا في المستوى يا أطفال. هاي، نبدأ بالكلمة الأولى، المؤذن. نعم، أحسن جملة، أسجلها على الصبر. جميل، أحسن. نعم، لاحظوا معي، أذن المؤذن لصلاة المغرب. جميل، مؤذن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الكلمة الثانية، العصفور. ها، كونوا جملة يكون فيها الفاعل كلمة العصفور. نعم،
أحسن جملة. نعم جيد ممتاز. أحسنتم. نعم أسجل هذه الجملة. غرد العصفور. غرد العصفور. أحسنتم. الكلمة الثالثة الوالدان. والدان يعني الأب والأم مثنى. الوالدان. نعم هيا 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 هيا. نعم جميل صحيح. انتبه جيدا لما كتبت. انتبه جيدا كتبت الوالدين. انتبه جيدا. قلنا الفاعل يأتي بعد الفعل. انتبه جيدا لا يأتي الفاعل في أول الجملة. نعم أحسنتم. لاحظوا معي هذه الجملة. يتعب الوالدان في تربية الأبناء. يتعب الوالدان في تربية الأبناء. جميل. ها الجملة الأخيرة الآن. الله. ها الله. ها هاي نعم جيد. نعم أحسنت. لاحظوا معي هذه الجملة. خلق الله السماوات والأرض. خلق الله السماوات والأرض. إذن وظفنا كما تعلمون أو كما ترون وظفنا هذه الأسماء في جمل بحيث جاء كل واحد من هذه الأسماء جاء فاعل مؤذن العصفور الوالدان الله. جميل. نركز مرة أخرى على الجمل يا أبنائي. نركز. الجمل قلنا فعلية تبدأ بفعل. بعد الفعل جاء الفاعل من لون أخضر. محمد، سعاد، الأم، المتفرجون. الفاعل يكون مرفوعا. مرفوع بالضمة في الجملة الثلاثة الأولى ومرفوع بالواو في الجملة الرابعة لأنه جمع مذكر سالم. جميل. الآن لاحظ الكلمات الملونة بالأحمر. القرآن قصة مائدة اللاعبين. لاحظوا جيد. يحفظ محمد القرآن. محمد قام بفعل الحفظ. يحفظ ماذا؟ يحفظ القرآن. نطرح السؤال ماذا يحفظ محمد؟ يحفظ القرآن. إذن فعل الحفظ وقع على القرآن. فعل الحفظ الذي قام به محمد وقع على القرآن. في الجملة الثانية كتبت سعاد قصة. فعل الكتابة الذي قامت به سعاد وقع على القصة. سعاد كتبت القصة. نعم. جملة ثالثة أعدت الأم مائدة الإفطار. ماذا أعدت الأم؟ مائدة الإفطار. فعل الإعداد الذي قامت به الأم وقع على المائدة. جميل. شجع المتفرجون اللاعبين. فعل التشجيع الذي قام به المتفرجون على ما وقع أو على من وقع. وقع على اللاعبين. فكيف نسمي الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل؟ نسميه مفعول به. جميل. نسميه مفعول به. هل مفعول به؟ إذن مراجعة الفاعل و المفعول به. إذن اليوم إن شاء الله راجعنا الفاعل. الآن سنتطرق إلى المفعول به. أكيد أنكم درستم هذا الدرس لكن سنراجع فقط عبارة عن مراجعة. نعم لأنها ستخدم الدروس القادمة إن شاء الله. لاحظوا المفعول به في كل جملة ماذا يوجد في آخره؟
يحفظ محمد القرآن. علل الفتح صنف. الجملة الثانية، كتبت سعاد قصة. ماذا يوجد؟ كذلك فتح أو فتحتين، هنا تنوين، تنوين بالفتح، التنوين بالفتح. نعم. الجملة الثالثة، أعدت الأم مائدة الإفطار. أعدت الأم مائدة الإفطار، المفعول به في آخره فتحة، يعني الفتحة علامة النصب. إذن كيف هو المفعول به؟ كيف هو المفعول به؟ المفعول به اسم منصوب. جميل. المفعول به، الفاعل اسم مرفوع، والمفعول به اسم منصوب، اسم منصوب يدل على من وقع عليه فعل الفاعل، يدل على من وقع عليه فعل الفاعل. فعل الحفظ وقع على القرآن، فعل الكتابة وقع على القصة، فعل الإعداد وقع على المائدة، المفعول به اسم منصوب. في الجملة الرابعة، شجع المتفرجون اللاعبين. ما هي علامة النصب؟ هل هي الفتحة هنا؟ هل هي الفتحة؟ فتحة علامة النصب. هل الفتحة هي علامة النصب هنا؟ لا يا أطفال، ليست الفتحة. علامة النصب هنا هي الياء. الياء علامة النصب في جمع المذكر السالم هي الياء. نعم. إذن المفعول به اسم منصوب يدل على من وقع عليه فعل الفاعل. تطبيق، لدينا هذا التطبيق. لاحظوا هذه الأسماء يا أبنائي: الطبيب، الجمل، الجمل، الماء، الله. في التطبيق السابق جعلنا تلك الأسماء فاعلا لجمل من إنشائكم، الآن نجعل هذه الأسماء الأربعة مفعولا به، في كل مرة مفعول به، مفعول به في جملة من إنشائكم. ها؟ نعم. نبدأ بالكلمة الأولى، الطبيب. كونوا جملا بحيث تكون كلمة الطبيب مفعولا به. بسرعة. نعم. نعم. لا، انتبه جيدا. ذهب المريض إلى الطبيب. إلى حرف جر. طبيبي اسم مجرور وليس مفعول به، انتبهوا لما تكتبون. المفعول به قلنا اسم منصوب يدل على من وقع عليه الفعل، ولا بد أن نشكل أواخر الكلمات. نعم، جملة جيدة. نعم، لاحظوا هذه الجملة، شكر المريض الطبيب، شكر المريض الطبيب. خاصة ونحن في هذه الأيام يا أطفال، علينا أن نشكر الأطباء ونقف لهم وقفة احترام، نقف لهم وقفة احترام، فهم يضحون من أجلنا. نعم، شكر في الماضي، المريض فاعل، الطبيب مفعول به منصوب، مفعول به منصوب، والفاعل فاعل مرفوع، الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب. الجملة الثانية، جعلوا فيها الجمل مفعولا به. نعم، الجمل. نعم. نعم، جميل، أحسنت. راح نكتفي بهذه الجملة، شاهد الزائر أو السائح الذي أتى من بلاد أخرى إلى الجزائر، إلى صحراء الجزائر، شاهد السائح الجمل في الصحراء
وركب السائح الجمل في الصحراء. نعم، السائح فاعل، الجمل مفعول به. نعم. الجملة الثانية، كلمة المال مفعول به في جملة، مفعول به في جملة. نعم. عن جميل سنت، انتبه جيدا، انتبه جيدا لآخر الكلمة، إعراب المفعول به، انتبه انتبه، المفعول به يكون منصوبا ويأتي بعد الفعل والفاعل. ممكن أن تكون هناك حالات ستتطرق إليها إن شاء الله بالتفصيل في الدروس القادمة. نعم. أنزل الله، أحسنت، أنزل الله الماء، أو ينزل الله تعالى الماء، أنزل الله الماء من السماء أو من السحاب أو من المزن. نعم. وينزل الماء من السماء، أنزل الله الماء من السماء. الجملة الأخيرة، كلمة الله اسم، اسم الجلالة في جملة بحيث يكون مفعول به. نعم. نعم. انتبه 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 جيدا. نعم، نسجل هذه الجملة. يطيع المسلم الله حسن ورسوله. يطيع المسلم فاعل، الله مفعول به. إليك هذا الواجب المنزلي، ضع خطا تحت الفاعل وخطين تحت المفعول به في الجمل الآتية. يعني تسطر تحت الفاعل سطرا واحدا وتحت المفعول به سطرين أو خطين. الجمل: أيقظ الرعد النائمة، أبصر الرجل هلال العيد، يحترم الأبناء الوالدين، قرأت قصة، جاء الولد مسرعا، فتح حارس المدرسة الباب، ينال الجائزة التلاميذ المجتهدون. أعيد قراءة الجمل: أيقظ الرعد النائمة، أبصر الرجل هلال العيد، يحترم الأبناء الوالدين، قرأت قصة، جاء الولد مسرعا، فتح حارس المدرسة الباب، ينال الجائزة التلاميذ المجتهدون. أرجو أن تركزوا جيدا، الفاعل يكون مرفوعا والمفعول به يكون منصوبا. بالتوفيق، وإلى الملتقى في الدرس القادم إن شاء الله.